ومشاهدينا الكرام، نتحول لمتابعة هذه الجلسة في إطار ذكرى 75 لتأسيس اليونسكو من باريس. نتمنى لها النجاح ونتمنى لكم النجاح في مداولاتكم حتى نحدد الأهداف الجديدة التي يجب بلوغها في ميادين العلوم والتربية والثقافة، وذلك من أجل فائدة الجميع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. الآن ومشاهدينا الكرام، متابعتنا دائما مستمرة معكم على مدار الساعة. سنواصل معكم متابعة المؤتمر الخاص بباريس حول ليبيا، لكن نعود مرة أخرى لمتابعة ما يتعلق بالذكرى 75 لتأسيس اليونسكو. أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات، السيد رئيس المؤتمر العام، السيدة المديرة العامة، أصحاب السعادة، سيداتي سادتي الأفاضل، أبدأ بإسداء الشكر الجزيل للمديرة العامة لتوجيه الدعوة لي لكي أشارك في هذه المناسبة للاحتفال بالعيد 75 لتأسيس اليونسكو. اليوم يذكرنا بعبارات فريدريكو مايور، وهو مدير عام سابق من عام 87 إلى 99 1000، وقال آنذاك وأقتبس: أن أي تاريخ يبدأ عندما يستمد الإنسان معرفته من التاريخ وتجربته لكي يفهم الحاضر ويتطلع نحو المستقبل، وعندما يدرك الإنسان حاجته لتبين الواقع ويتبين الأصدقاء، وعندما يدرك الإنسان خلفيته وعلاقة ذلك بالواقع، فإن ذلك خطوة نحو الفهم وإزالة الإبهام عن الأمور. انتهى الاقتباس. نحن نحتفل بالعيد 75 للمنظمة، فعلينا أن نقر بأننا بهذا نحتفي بالتاريخ، فرصة لتذكير أنفسنا كيف قطعنا هذه الأشواط وكيف عملنا بهذه القوى الفكرية في منظومة الأمم المتحدة. وهذا لا ينذرنا ويحذرنا بعدم إغفال التحديات الماضية والحاضرة، ألا نغض النظر عن ما صقل وشكل عالمنا. نيجيريا انضمت إلى اليونسكو وتبقى شريكة قوية لليونسكو منذ 75 عاما، ونحن نبني معا عالما أكثر تعليما وثقافة ورفاهية باستخدام أدوات التعليم والاتصال والإعلام والعلوم والثقافة. فإن هذا التعاون ما فتئ يتسع، ويحدوني الأمل في أن المستقبل يحمل في طياته مزيدا من التعاون لكي نتصدى للتحديات الجديدة. فهذا الزمن يدعونا للتوخي التضامن والتعاون، وأعرب عن سعادتي الغامرة إذ أشارك في هذا الحدث.
أتقدم بالتهنئة لليونسكو لرؤياها ولكونها منظمة قوية عظيمة الشأن، وإن نيجيريا منذ تأسيس هذه المنظمة عملت مع هذه المنظمة وشركائها، عملت إلى جانب اليونسكو، وها نحن نحتفل بهذا العيد 75، وهو فرصة سانحة لنا جميعا للتفكر بشأن هذه القضايا. شكرا سيدي الرئيس، شكرا جزيلا.